بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة الشهادة الثانوية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مراجعة ليلة الامتحان. معنا في هذا الفيديو مع تدريبات على الكتابة، مهارة الكتابة. وزي ما احنا عارفين مهارة الكتابة هتجينا في شكل أسئلة اختياري، إما إن الأسئلة دي تسأل عن علامات الترقيم، يجيب لي جملة ويسألني هل أنهي جملة علامات الترقيم فيها هي صحيحة، أو البناء بتاع الجملة، برضو يجيب لي جملة واحدة هي اللي مبنية بناء صحيح، أو يسألني عن أجزاء الكلام، نوع الكلمة verb ولا noun ولا adjective ولا adverb إلى آخره، أو يسألني طبعا في مصطلحات الكتابة اللي هي topic sentence والإسي الإيميل، الكلام ده كله المصطلحات بتاعته، أو يجيب لي حاجات تطبيقية، بمعنى مثلا يجيب لي paragraph ويسألني يقول لي أفضل topic sentence له إيه مثلا، أو يقول لي إيه الرابط اللي أحطه مكان النقط دي. عموما هنشوف مع بعض مجموعة من الجمل الاختياري تغطي هذه الأفكار. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Which of the following is punctuated correctly? مديني أربع جمل. My father said to me. خلي بالك قوي، اقرأ الجملة على مالك وشوف علامات الترقيم الموجودة. Why are you late, أحمد؟ لو بصيت في الجملة الأولانية هتلاقي بعد مين مفيش كومة. طبعا أنا لما بفتح أقواس لازم أحط بعد فعل القول كومة. الجملة الثانية فيها كومة، تمام. My father said to me. Why are you late, أحمد؟ بس أحمد منادى ما قبلوش كومة. لكن رقم ثلاثة my father said to be في كومة اهي، وقبل أحمد في كومة وفي علامة تنصيص، يبقى دي الإجابة الصحيحة. طبعا رقم أربعة غلط عشان عندي واي اللي يبقى جوه الأقواس، المفروض الـ W تبقى كابيتال. يبقى آخد بالي كويس وركز قوي في الجمل عشان الجمل بتبقى متشابهة، آخد بالي عشان أعرف الإجابة الصحيحة. Which of the following is structurally correct؟ بيسأل عن الجملة اللي بناءها بناء صحيح. ونشوف الاختيارات. Could you tell me why you didn't do your homework؟ ولا could you tell me why didn't you؟ طبعا didn't you دي كده سؤال، ما ينفعش ان انا اجيب سؤال جوه سؤال. طيب C. Could you tell me why you didn't do your homework؟ والرابعة Could you tell me why you hadn't done your homework. طبعا لو بصيت في الإجابات ألاقي الإجابة الصحيحة اللي هي الإجابة A. Could you tell me why you didn't do your homework. الإجابة C طبعا جايب لي you قبل didn't فما تنفعش. سوري جايب لي فيها why you didn't do your homework. نشوف الإجابة السؤال الثالث. We live in a polluted environment. We are still suffering from air, water and noise pollution. This shows. إحنا بنعيش في بيئة ملوثة، ما زلنا نعاني من تلوث الهواء والماء والضوضاء. طيب ده بيبين comparison of all forms of pollution، دي مقارنة بين أنواع التلوث يعني، ولا causes of all forms، أسباب التلوث، أشكال التلوث، ولا a focus on the problem of pollution and its forms، ولا ده بيركز لي على مشكلة التلوث والأشكال بتاعتها. How to solve the problem of pollution، إزاي تحل مشكلة التلوث. طبعا هنا الإجابة هتبقى C اللي هي focus on the problem of pollution and its forms. Number 4. I could have traveled by car but I traveled by train as I was too tired to drive. يعني بيقول كان ممكن أسافر بالعربية ولكن سافرت بالقطار لأني كنت متعب مش قادر أسوق. يا ترى ده بيبين suggestion اقتراح، ولا regret ندم، ولا ability in the past، ولا possibility in the past. طبعا ده بيبين possibility in the past، إمكانية في الماضي، كان ممكن ولكن ما حصلش. Number 5. You summarize the content of your essay when you. أنت بتلخص محتوى المقال لما. Develop the main idea، تطور الفكرة الرئيسية. Write the elements of your essay in detail، تكتب عناصر المقال بالتفصيل. Make the end open، تخلي النهاية مفتوحة. ولا write a conclusion of your essay، بتكتب خاتمة للمقال. طبعا بتلخص يبقى أكيد بتكتب خاتمة. الإجابة دي. We use however in a paragraph or essay to express. طبعا كلمة however
هنا بيسألك على الترانزيشنز أو العبارات أو التعبيرات الانتقالية، ولازم تكون عارفها كويس وتبقى عارف كل نوع الكلمات بتاعته إيه. هاوفر طبعا من الكلمات اللي بتدل على الكونتراست أو التناقض. إن أن إنفورمال إيميل في الإيه، خلي بالك بيقول لك الإيميل الغير الرسمي. You can conclude with بتنهي بـ باي ولا see you later ولا yours sincerely ولا A and B. طبعا الإجابة A and B، ممكن تقول باي أو see you later. When writing an essay or paragraph you start with، طيب لما بتبدأ كتابة مقال أو paragraph بتبدأ بإيه؟ Ending, closing, introductory ولا conclusion. طبعا أكيد بتبدأ بتمهيد اللي احنا بنقول عليها introductory. Which of the following sentences show regret؟ أي من الجمل يبين الندم؟ I shouldn't have wasted my time watching too much TV ولا I should have wasted my time watching too much TV ولا I should waste my time watching too much TV ولا I had to waste my time watching too much TV. خلي بالك الندم اللي هي shouldn't have زائد تصريف ثالث ما كان ينبغي ان انا افعل الحاجه دي طبعا بيبين الندم. فالاجابه ايه؟ Your essay introduction should، يعني مقدمة المقال ينبغي انها تعمل ايه؟ مقدمة المقال let the reader miss the topic، يعني تجعل القارئ يغيب عنه الموضوع. Include an opening hook to catch the reader's attention، تحط فيه اداة جذب الانتباه عشان تجذب انتباه القارئ. ولا refer to the end to share للنهاية ولا ask the reader for help، تطلب من القارئ المساعدة. طبعا المقدمة لازم يبقى فيها hook، يعني حاجة تخطف انتباه القارئ، لان كلمة hook اصلا معناها خطاب. Which of the following sentences shows suggestion؟ أي مما يلي يبين اقتراح. You shouldn't spend the weekend with us. طبعا دي نصيحة. You should have spent the weekend with us. دي برضو نصيحة بس في إثبات. Why didn't you spend the weekend with us? Why didn't؟ خلي بالك إن في هنا didn't، دي مش اقتراح. Why don't you spend the weekend with us؟ طبعا دي الاقتراح، اقتراح بستخدم فيه why don't you. We should look up to old people. The phrasal verb look up to، يعني بيقول لك look up to دي معناها ايه؟ Ignore ولا help ولا detest ولا respect. طبعا ignore يتجاهل، help يساعد، detest يبغض، و respect يعني احترم. طبعا look up to يعني ينظر الى شخص نظرة احترام، يبقى الاجابة هنا respect. I made up my mind I'm going to sell my car. This means that. طبعا made up my mind يعني انا صممت او اتخذت قراري ان انا ابيع العربية بتاعتي. يبقى المعنى بتاع الجملة دي I decided to sell it ولا refused to sell it ولا postponed يعني اجل selling it ولا I regret selling it، بندم ان انا بعتها. طبعا I decided to sell it، يبقى كلمة make up my mind يعني decide. When you conclude your essay you should، لما بتنهي المقالة ينبغي أن review your supporting ideas ولا ask the reader to choose the end ولا exclude your supporting ideas ولا refer to the sentence of introduction، يعني تراجع الأفكار الداعمة تستعرضها يعني تاني، ولا بتطلب من القارئ أن ينهي هو المقالة ولا تستثني الأفكار الداعمة ولا تشير إلى جملة المقدمة. طبعا لما بتنهي بتشير إلى الأفكار الداعمة بتاعتك. Messaging language doesn't require rules of writing، اللي هي لغة الرسائل زي رسائل ايميل والرسائل الواتس والكلام ده، يا ترى دي بتتطلب ايه؟ وهنا بيقول لي لا تتطلب. خلي بالك ان الجملة منفية، يبقى doesn't require formal ولا informal ولا former يعني سابق ولا comfortable يعني مريح. طبعا هي لا تتطلب لغة او قواعد رسمية، يبقى الاجابة formal. Mother asked me to tidy my room this shows، يعني بيقول لي ماما، هي كلمة ask هنا يعني هل هي سؤال ولا طلب ولا prohibition حظر ولا inquiry استعلام واستفسار ولا order أمر. طبعا ask هنا معناها طلب مهذب، يبقى بتساوي كلمة request. In informal English we can use، في اللغة الغير الرسمية خلي بالك، to talk about what might happen or might have happened، بنستخدم ايه؟ عما قد يحدث أو كان قد ايه أو ربما كان حدث. بنستخدم كلمة as long ولا imagined ولا supposing ولا supposition. كلمة supposition يعني افتراض. طبعا بنستخدم كلمة supposing يعني لنفرض. طبعا كده دي كلمة غير رسمية. If I were taller I would be able to play volleyball.
بيقول لك لو كنت اطول كنت قدرت العب طايره. انفورشنتلي اي تول. يبقى لسوء الحظ انا ايه؟ انا مش طويل اكيد طبعا. يبقى ام ولا ام نوت ولا ووز ولا وزن؟ طبعا انفورشنتلي اي ام نوت. The young man said I didn't steal my friend's mobile phone. This should mean that. الشاب قال انا ما سرقتش الموبايل بتاع صديقي. يبقى ده معناه he denied stealing his friend's mobile phone. كما كلمة deny يعني ينكر. He denied that his friend's mobile phone had been stolen. انكر ان هو انسرق اصلا. ولا he admitted that he hadn't stolen his friend's mobile phone. اقر ان هو لم يكن قد سرق. ولا he admitted stealing يعني اقر بالسرقة. طبعا he denied stealing يعني انكر انه سرق موبايل صاحبه. His carelessness resulted in him making a lot of mistakes. يعني اهماله نتج عنه ارتكابه الكثير من الاخطاء. This means وهذا يعني but for his carefulness he would have made a lot of mistakes. لولا حرصه لكان قد ارتكب الكثير من الاخطاء. Unless he had been careful he would have made a lot of mistakes. يعني ما لم يكن حريصا لكان قد ارتكب الكثير من الأخطاء. ولا if he had been careful لو كان حريص he wouldn't have made many mistakes ما كانش عمل هذه الأخطاء. ولا had he been careful he would have made a lot of mistakes. طبعا الإجابة لو كان حريص ما كانش عمل إيه أخطاء. الإجابة C. She needn't have bought more bread. يعني ما كانش ضرورة إنها تشتري عيش يعني. This means طبعا خلي بالك needn't have bought معناه ما كانش فيه ضرورة بس ايه؟ بس هي اشترت. يبقى الإجابة هنا أقول ايه؟ she bought more bread هي اشترت المزيد من العيش although it wasn't necessary ولكن لم يكن ضروريا. هنا طبعا هو بيسألني عن معنى التركيب. التركيبة الاستراكتشر دي معناها ايه في الجرامر؟ he needn't have bought لم يكن هناك ضرورة ان هو يشتري ولكن اشترى. الناريتيف اسي فاكرين انواع المقالات وانواع الباراجرافات. طبعا الناريتيف اللي هي الروائيه اللي هي بتحكي قصه. طبعا احنا في عندي ديسكريبتيف وصفيه, في ناريتيف روائيه, في اكسبوزيتوري هي بتشرح او بتوضح يعني, في اللي هي بيرسويسيف الاقناعيه. طيب الناريتيف طبعا تيلز ستوري اباوت بيرسونال اكسبيرينس اور ان ايماجينيتيف وان يعني بتحكي قصه سواء كانت خبره شخصيه او حاجه خياليه. يعني ممكن تكون القصة قصة خيالية مش شرط واقعية يعني. 23 we should use renewable sources of energy to keep the environment clean. The prefix that gives the opposite meaning of renewable is. خلي بالك انه دايما بيسأل عن المقاطع. هو هنا بيسأل عن المقطع البادئة البريفكس اللي هي بتيجي في أول الكلمة بتدي عكس كلمة renewable. يعني هو ما قالكش أنا عايز عكسها لكن قال لك عايز المقطع اللي بيجي في أول العكس بتاعها. طبعا رينيوبل عارفين ان عكسها نون رينيوبل. يبقى المقطع اللي عندي اللي هو نون. On the one hand I'd like a job that pays more but on the other hand I enjoy the work I'm doing at the moment the underlined expressions show. اللي هي on one hand on the other hand دي في التعبيرات الانتقاليه بتبين ايه يا ترى؟ similarity between two different facts ولا combining two different facts ولا addition ولا decision to leave the current job. طبعا هي دي من روابط الإضافة الaddition. We use consequently in a paragraph or an essay too. يعني كلمة consequently من ايه؟ التعبيرات الانتقالية معناها وبالتالي. بس هي بتبين ايه يا ترى؟ هي طبعا بتintroduce the result of something. هي بتيجي قبل نتيجة شيء. يعني بتجيب لك السبب وبعدين النتيجة. النتيجة دي بيتصدرها كلمة consequently. A or an essay provides a detailed sensory description of something. ما دام قال لك description يعني وصف وsensory يعني حسي يبقى المقال او الباراجراف ده بايه؟ بيبقى بنسميه descriptive يعني وصفي. طبعا خلي بالك ان في narrative روائي, descriptive وصفي, argumentative جدلي بجيب الراي والراي المناقض, وعندي expository يعني شرح اللي بيديني ايه؟ شرح للايه للموضوع زي ما اقول لك عن التلوث مثلا ده بيسمي اكسبوزيتوري ما دام ما بقارنش فيه. Everyone has a space on problems. طبعا everyone بتاخد فعل في المفرد اللي هي has, لكن لما اجي اجيب ضمير بدلها بجيب their يعني كل واحد له مشاكله يبقى their problems. خلي بالك ان في عندي his ما تنفعش وhere لانها مفرد,
these دي بيسموها ضمير، لكن their بيسموها صفة ملكية، وصفة الملكية بتيجي قبل الاسم عشان عندي كلمة problems هنا الاسم اهي، يبقى دي بسميها ايه possessive adjective عشان لو قال لي نوعها ايه. Which of the following is structurally correct؟ أي مما يلي الجملة تكوينها تكوين صحيح. I went to the mechanics apostrophe s for repair my car. خلي بالك I went to the mechanics s apostrophe to have my car repaired، ولا I went to the mechanics apostrophe s to have repaired my car، ولا I went to the mechanics to have my car repaired. خلي بالك الجملة دي بتعتمد على حاجتين اتنين. الحاجة الأولانية اللي هي apostrophe s تدل على المكان، mechanics اللي هي الورشة، المكان اللي بيبقى فيه الميكانيكي يبقى ورشة. وعندك كمان اللي هي have ومفعول التصريف الثالث ديت بيسموها الكوزيتيف، يبقى التركيبة الصح في الجملة اللي هي دي. 29 after having been infected with COVID-19 I became too tired to work. This means that I يعني هو أصبح مجهد جدا لدرجة إن هو مش قادر يشتغل لأنه أصيب بالفيروس. يبقى ده معناه became fit enough to work، ولا wasn't so tired that I could work، ولا was tired enough to work، ولا was so tired that I couldn't work. طبعا الإجابة إن هو كان متعب جدا لدرجة مش هيقدر يشتغل، الإجابة دي. طيب number 30 has arrived in time haven't they. طيب أنا عندي haven't منفية تمام، يبقى الجملة هتبقى مثبتة ماشي، يبقى no one أطلعها بره و neither أطلعها بره. يبقى عندي everyone ولا all of them. خلي بالك إن أنا everyone كضمير بيسموه indefinite pronoun، ده ضمير غير محدد، بجيب بداله في الكويستشن تاج ضمير جمع اللي هو they، يبقى الإجابة هنا اللي هي everyone. Which of the following sentences is punctuated correctly؟ بيسألني على علامات الترقيم الصحيحة، بيقول لي وائل did you understand؟ خلي بالك إن وائل جت في الاسم في الأول، يبقى كده ده منادى، يبقى الأولانية دي غلط عشان ما فيش بعد وائل كوما، هتقول لي التلاتة اللي جايين فيهم كوما، نشوفهم. وائل did you understand why I had traveled to Luxor alone؟ ده كده المفروض سؤال ما حطش علامة استفهام، يبقى الإجابة دي غلط، يبقى واحد واثنين غلط. وائل did you understand why I had traveled to Luxor alone؟ الإجابة دي صح أهي. وائل did you understand why I traveled to Luxor alone؟ طب هتقول لي دي غلط ليه؟ أقول لك عشان why مكتوبة كابيتال في نص الجملة يبقى غلط. يبقى الإجابة الصحيحة هي الإجابة C. Which of the following sentences is structurally incorrect؟ خلي بالك بيسألك عن الجملة الغلط مش الصح، وانت بتقرأ الروبريكس أو رأس السؤال لازم تركز وتفهم رأس السؤال كويس قبل ما ايه ما تجاوب. هنا عايز الإجابة الغلط مش الصح. No sooner had I returned home than I had lunch، صح. Hardly had I returned home when I had lunch، صح. I had scarcely returned home when I had lunch، صح. يبقى الإجابة no sooner had I returned home than، كان المفروض قال ذان، يبقى الإجابة دي غلط وأنا هختارها الإجابة دي. When you start writing an essay about the newly located Cairo Museum you can use، يعني بيقول لك لما بتبدأ كتابة عن كتابة مقال عن متحف القاهرة الجديد ممكن تستخدم، يعني أنت هتبدأ في الكتابة، يعني دي أول الكتابة بتاعتك مش في يعني عايز أقول لك الانترودكشن. طبعا انتروداكشن مش هبدا اقول مروفر، لان مروفر علاوه على ذلك، يبقى انا قلت حاجه قبل كده، ولا هقول تو سام اب لانها ختاما للقول ده انا بختم بيها الكلام، ولا هاويفر لان ما قلتش قبل كده كلام يتناقض مع هاويفر، يبقى انا مش محتاج اكمل بقيه الجمله قرايه، اهو هقرا اقول without a doubt لان هي ديت بستخدمها في الايه الروابط اللي هي من الروابط او الكلمات الترانزيشنز اللي بتيجي في بدايه الجمل او في فاتحه الباراجراف بتاعي. 34 I really must buy my friend a present on his birthday party this shows. هو بيقول لك انا لازم اشتري له هديه، يبقى دي lack of necessity ولا regret ولا ability ولا inner feeling. طبعا ده ايه الزام داخلي، شعور داخلي، انا بقول لك والله انا لازم اشتري لصاحبي ده هديه، يبقى ده مش الزام، ده انا اللي بقول ايه احساسي من جواي، يبقى inner ايه feeling. الكلام ده احنا خدناه في الايه الضروره وعدم الضروره والالزام والكلام ده كله، لازم تفهم المعاني دي. The soldiers returned with heavy hearts after one of them had been badly wounded. بيقول لك الجنود عادوا و heavy hearts هيسالني عن معناها لما زميلهم اتعور، اتعور ايه او ايه اصيب اصابه شديده. يبقى معناها were very sad ولا had a heart disease عندهم مرض في القلب،
ولا وير سربرايز مندهشين ولا didn't succeed ما نجحوش. طبعا هيفي هارتس معناها يعني قلب حزين او قلب مكلوم اللي هي وير فيري ساد. 36 I didn't go to the club until I had had lunch. This means ما رحتش النادي لحد ما كنت قد تناولت الغذاء. يبقى first I went to the club، لا بقول لك انا ما رحتش لما كنت اكلت، يبقى الاكل الاول. I had lunch after going to the club، يعني اتغديت بعد ما رحت، برضو دي غلط. First I had lunch then I went to the club، دي صح. هي بقى I had lunch while going to the club يعني اتغديت وانا في السكه رايح النادي، لا غلط. يبقى الاجابه سي. 37 my friend has a half brother who works in Italy. A half brother is، طبعا كلمه half brother معناها اخ غير شقيق، يعني اخوك لابوك او لامك. يبقى a brother who is the son of only one of your parents، يعني اخ من احد الوالدين فقط. 38 which of the following sentence gives the meaning despite his illness. He works hard، بالرغم من مرضه الا انه بيعمل بجد. وعايز جمله بتساويها في المعنى، يعني هقول he is still he is ill because he works hard، هو عيان عشان بيشتغل بجد، ولا he is ill however he works hard، بالرغم من كده بيشتغل بجد، ولا he recovered هو شفي then he started to work hard فبدا يشتغل بجد، ولا he isn't fit enough to work hard هو مش لائق بدنيا عشان يشتغل بجد. طبعا الاجابه هي بي، لان اوفر هي اللي بتبين التناقض، هي بتساوي كلمه ديسبايت الموجوده عندك في السؤال. في مفاتيح في الحل لو انت خدت بالك منها بتقدر تجاوب وما بتاخدش وقت كتير في حل السؤال. One of the following sentences can't be used when you conclude writing an essay on the merits of the internet. يعني جملة من اللي جاية ما اقدرش اختم بيها او ما اقدرش استخدمها وانا بنهي مقالة عن مزايا الانترنت. يعني هو عايز جملة ما تنفعش في الحديث عن مزايا الانترنت. To sum up the internet is one of the most useful inventions. طب ده كده بيقول لك ختام القول الانترنت مفيد. طب in my opinion the internet has a lot of disadvantages in case we use it badly. بيقول له ان الانترنت له عيوب، انا بتكلم عن المزايا وهنا بيقول لي في عيوب، يبقى الجمله دي هي الجمله الصحيحه. نكمل برضو الاختيارات، بيقول لي in my view the internet is very useful، ده هنا بيقول ان هو مفيد. In conclusion the internet has made the world a small village، برضو هنا بيقول انه خلى العالم قريه صغيره، يبقى هنا ان هو مفيد. I usually have my eyes checked every year، بيقول ان انا يعني بقوم بفحص عينيا كل عام. طبعا خلي بالك ان هاف ومفعول وتصريف ثالث ده معناه ان في حد تاني هو اللي بيفحصها لي، خدت الكلام ده في البوزيتيف. This means that I check، يبقى غلط على طول، انا اللي بفحص. لا I allow an oculist to check my eyes every year، بسمح له، ولا an oculist checks my eyes every year، انا ما بسمحلوش، لا ده هو بيفحص عينيا كل عام. يبقى الاجابه سي، my eyes are never checked، بيقول لك ده ما بتفحصش خالص، ده طبعا اجابه غلط خالص تمام. يبقى الاجابه عندي an oculist اللي هو طبيب العيون، it checks my eyes every year، بيفحص عينيا كل سنه. 41 I was studying my lessons while my little brother was watching TV، كنت بذاكر واخويا طبعا انا لايس واخويا هايس زي ما بيقولوا، كنت واخويا قاعد يتفرج على التلفزيون. This means I immediately after starting to study my lessons، مباشره بعد ما بدات اذاكر، my brother decided to watch TV، قرر ان هو يشاهد التلفزيون، طبعا دي غلط. ولا after my brother had started watching I began to study، بعد ما هو اتفرج انا بدات اذاكر، لا طبعا first I started studying then my brother began to watch، يعني بدات انا الاول وبعدين هو بدا يتفرج، غلط. يبقى الاجابه دي اللي هي my brother was watching TV at the same time of my studying my lessons، يبقى هنا كلمه while بتساوي at the same time، تمام. يبقى اخد بالي من الحاجات اللي بتساوي بعضها. نيجي للسؤال 42 when I went to the station the train had left، يقول لك لما رحت القطار كان قد غادر، لانه جايبها لي ماضي تام، يبقى القطر مشي قبل ما نوصل، صح؟ وعايز لي معنى الجمله، يبقى this means first I arrived at the station then the train left، يعني انا وصلت وبعد القطر مشي، لا طبعا the train had left before I reached the station، يعني القطار كان قد غادر قبل ان اصل المحطه، ولا I actually caught the train، ولا the train moved while I was getting into it، طبعا يعني انا ركبته ومشي، طبعا غلط. الاجابه هي B. When concluding an essay about cleanliness we can use one of the following، لما نستنتج او نختم مقاله عن النظافه ممكن نستخدم احد الجمل التاليه، يعني هو عايز الخاتمه
بتاعه المقاله. لو انت عارف التعبيرات الانتقاليه مش محتاج ان انت تكمل قرايه الجمله، يقول لك فيرستري. الله، فيرستري دي ما تجيش دلوقتي، انا هختم مقاله هقول فيرستري، وموروفر علاوه على ذلك برضو مش هتنفع. تو سام اب اللي هي ختاما للقول، الاجابه هتبقى سي، وي شود فولو ذا رولز اوف هايجين اند سانيتيشن، هي قواعد النظافه الشخصيه والعامه. خلي بالك ان نيفر ده لسه معناها بالرغم من ذلك، ودي عمرك ما هتنهي بيها مقال. وي نيد تو سبريد ناشونال اويرنس. السؤال رقم 44 اون رايتنج اون ذا ديس ادفانتجز اللي هي عيوب اوف هوم سكولينج، التعليم في البيت. ان ذا بادي اوف ان اسي، خلي بالك ده في الموضوع بتاع المقال يعني مش في المقدمه ولا الخاتمه. وي كان يوز، ممكن تستخدم ايه في البادي بتاعك؟ خلي بالك انت بتتكلم على العيوب. موست بيبل بريفير هوم سكولينج، معظم الناس بيفضلوا التعليم في البيت. تو سيف ذير تشيلدرن فروم بينج انفكتد، عشان العدوى بتاع الفيروس. ولا ذوز اجينست هوم سكولينج بيليف ذات ذير تشيلدرن ار ديبرايفد اوف براكتسينج يوسفول اكتيفيتيز ات سكول، يعني الناس اللي ضد التعليم في المنزل بيعتقدوا ان اولادهم محرومين من ممارسة الأنشطة المفيدة في المدرسة. الإجابة هي تبقى ديت. ولا I am strongly in favor of homeschooling، أنا بأيد تعليم في البيت. Even if precautionary measures are followed at school، حتى لو الإجراءات الاحترازية اتبعناها في المدرسة. ولا In my opinion I see that we can achieve all the outcomes of learning through homeschooling، يعني في وجهة نظري أنا شايف إن احنا ممكن نحقق كل النتائج التعلم من خلال التعليم في البيت. نيجي للجملة رقم 45 وهي الأخيرة معانا في الفيديو ده. The company tried to make up for the heavy losses they had suffered during the pandemic. The phrasal verb make up for بيسألني عن معنى make up for، وبيقول إن الشركة حاولت إن هي تعمل إيه الخسائر الفادحة اللي هي تكبدتها أثناء الوباء. طب أكيد make up for هتبقى يا ترى look for يبحث عن، يبحث عن الخسائر؟ لا طبعا. count on يعتمد على، ولا worry about يقلق على، ولا compensate for؟ طبعا ميك اب فور بتساوي ايه؟ compensate for اللي هي يعوض الايه؟ الخسائر. ان شاء الله هسيب لكم رابط مذكره المراجعه النهائيه في الوصف اسفل الفيديو. ولسه معانا اسئله ثانيه وفيديوهات ثانيه، والفيديو القادم ان شاء الله هنتناول فيه تدريبات اختياري على الترجمه. والى اللقاء في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.